دنيا عجيبة بدت بتاكسي انتهت بأمجاد واسي ركشة يا عمك يا أصل كيف ركشة 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 فهمني غلط عشان صغير عشان نكشة فهمني غلط ركشة 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 فهمني غلط اتهموني بالزواغات عشان بخش في اي مكان اتهموني بالزواغات عشان بخش في اي مكان يا اخوانا مظلومة السايق الغلطان ركشة 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 عشان في غير عشان العزيزة انت معمولة للهارات فقط منو دي انا دي بري 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 هاي يا حبابة دي ركشة ركشة هي دي ركشة غسم لي الله قايلة سبي فهميني غلط اركب ال 2012 ال 2006 الباجاج الادم المسرودة بنسات شتات خالي ما اطلت ال 2000 والركشة يا توك توك يا فهميني غلط الركشة الجاية للعريس والعروسة الحلة دي ما فيها رجال ولا ما فيها رجال يعني الناس دي عندهم بكت نظر ولا شنو الرجال دي هسا انا مالي عيبي شنو كي عيبون كي هيك البايرة ها بنت العاملة زي السيلك دي وكمان شوفوه كمان قصير عليك صغير يا رجال الورقة ما تديك خلاص كده يا بنت امشي كده رب 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 امشي كده امشي كده سبحان الله الرجال عندهم ولا فيه هلا تبع الرئيس النساء عايزك انت لو عندك كراس وبيت ملك كويس وعندك بيت في الجرف اخر ما يفكر انا اصلا بحب الرجال ما معروفين دي قال الكنيسه ما لعقت النبي قالت النبي عايز بس كده امسك خميس البايركيت عرسني عرسك انا بختي هاي دار اقرا امسك هذا الدائره كله قسمتي وغدر يعني. انت هتجاوبني كده الامتحان؟ اجابت؟ قصة. شو انا فاهم بطل ما بتفيك انت ده؟ خبر كده جابوها حياة ربنا خليها ساي. يا ابو امشي قسمتك يا ابو امشي قسمتك امشي امشي كده خاطب انا رايح انا اطول منك امشي خاطب انا امشي امشي خاطب الله يديك عريس الخاطبة دي احسن مني بجنون ولا احلى مني بجنون؟ يا جوزاته منو ده؟ انت غدريتي منو ده؟ انا حليم 30 نوم انت يا زول؟ يا زول انت زول مجنونة؟ عريس لك شنو يا زول؟ يا زول عريس لك انا خريز جانا كابوس انا والله محظوظ امس الغريبة دي امي بتضرب لي تلفون بتقول لي يا كابوس يا ولدي عريس الظروف ما معروفة قلت لها يما ما لاقي لي مرة دايرة سترة يا كل لين وديني الحدائق وديني شارع النيل الله جابك لي من السماء انا ولا زول شارع النيل وما شاء الله في البيت بعود هاي ببرك بكنس بعمل اي حاجه بس العرسان ده ما بعرفهم حالين شيء ان شاء الله يا اخي ان شاء الله ربنا يقسم لنا ويدينا بيت زي دي ان شاء الله نعمل اسره لكن انا عندي مشكله ما عارف انت الموضوع ده كيف بالنسبه مشكلتك شنو ولا بحلها امي دي قالت لي البت القادر تعريسه دي لازم تصورها تصورني؟ هاي بس انا المشكله تلفوني ده صورته كعبه وما فيه واتساب ذاته والحجه دي في غتر انا طبعا عندي ثلاث رجات يعني وضعي كعب شويه لا انا ما عندي تلفون الجلاكسي ده بصور بالله بصور 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 بيعمل جلاكسي طيب ممكن نمشي كده اصورك على الشجر ده بس عشان الصوره تطلع جميله ارسلها للوالده يا سلام وطولي شوف سبحان الله يا سلام انا ما بحب القوامه زي ده يا سلام يا سلام عليك يا سلام انا ذاتي محظوظ والله ربنا جابك لي من السماء والله بموت اقفلي في الشجر اقفلي في الشجر اقفلي في الشجر ايوه اها ثاني واحده ثاني ثاني اسمع ايوه اخدي لفه دي فيديو دي فيديو دي فيديو يا سلام يا سلام
يا صحباني ها عليك الله يا احمد يخص حوارك شنو يا احمد يا اخي انا عشان قاعد مع الغمرانين يا اخي لا جماعه عشان مده في التضييق معاهم يا اخي انا حصل لنا وفاء نازل حصل وفاء لغوا موضوع الحفله جبنا سامبو كده ظاهر كده انا لو اتكلمنا المغني ده تعرفوا يا اخي يا من جبنا سامبو ايوه سامبو بس سامبو بس يا اخي سامبو نقول الناس يقولوا لنا الحفله اللي غيناها حصل الضفه في الحل حصل اي شيء شنو سوى الحفله نجيب سامبو بس لا يا جماعه نجيب سامبو ونجيب سكسو يا اخي انت الدلعوه ده هذا فنان كم انا سامع كلامكم ده كله برا لو ما والله جد وحياه الله ما لقيت له فنان او خذلتونا وشت قرش ولا غني له انا ده براي هاي العربون كم؟ عربون ناس بس ده بينا كنا سبعة أمتار سبعة أمتار؟ ونحن كم؟ نحن أربعة أربعة؟ هاي انت مترين؟ هاي ويس؟ مترين؟ ما تقول عشان اسمع مننا عشان طلعوا الضوء عمك بس ما في مشكلة يا عمك آسف يا أخوي أنا شايفك مهتج دي فرصة يوم ما كل يوم انت مية انت مية وجيبوا 300 وقول له أنا قلت الحفلة يا كابوس أروح الحمد لله